الخيول من أقدم الحيوانات الموجودة على سطح الأرض، وارتفاع الحصان يتراوح ما بين 142 سنتيمتر إلى 163 سنتيمتر حتى الكتفين، وبالنسبة لوزن الحصان فيتراوح بين 380 إلى 550 كيلوغرام. يبلغ عدد الخيول في العالم حوالي 58 مليون حصان، والأغلبية العظمى منها تتم رعايتها من قبل البشر. إذا كنت تشعر بالفضول للتعرف أكثر على هذه الحيوانات الفاتنة، فإليك مجموعة من الحقائق المذهلة والغريبة حول الخيول. في البداية، فضلا وليس أمرا، تفضلوا بالاشتراك بالقناة، شكرا لكم. الخيول: قامتها الرشيقة وجلدها الناعم وخصلات شعرها المتمايلة مع الهواء تسحر قلوب الكثيرين. متوسط عمر الحصان يتراوح ما بين 25 إلى 30 عام، وسرعة الحصان القصوى تصل إلى 64 كيلومتر في الساعة. سحر الخيول لا يقتصر فقط على قوتها وسرعتها وجمالها، فضلا على كونها حيوانات أليفة وودودة، لكنها أيضا تتمتع بذاكرة قوية جدا وأحاسيس يقظة، لدرجة جعلت التواصل واللعب معها إحدى سبل العلاج لبعض الأمراض النفسية. هناك أكثر من 400 سلالة من سلالات الحصان تنتشر في جميع أنحاء العالم، أشهرها وأفضلها على الإطلاق هو الحصان العربي، وهو أفضل نسل للخيول في العالم. ويتميز القفص الصدري للحصان العربي بكونه الأوسع والأقوى مقارنة بالأحصنة الأخرى. بتتمتع الأحصنة بعيون كبيرة مقارنة بأي حيوانات أخرى، ويبلغ حجم مقلة العين للحصان بما يوازي حجم مقلة 9 عيون بشرية. وبعكس البشر، لا تتمكن الخيول من تركيز بصرها على أمر معين، فالجزء العلوي من شبكة العين لها يركز على الأشياء القريبة، بينما يركز الجزء السفلي على الأشياء البعيدة. وتتفوق هذه الخيول على غيرها في مملكة الحيوان بقدرتها على التحمل، فيمكنها قطع مسافة تصل إلى 160 كيلومترا بدون راحة. الأحصنة حيوانات ذكية ومخلصة، وبحسب دراسات حديثة تتفوق هذه الحيوانات على الفيلة بقوة الذاكرة، لدرجة تمكنها من فهم كلمات أكثر مقارنة بالحيوانات الأخرى. يعتبر لحم الحصان من أشهر الأطباق في دول آسيا الوسطى وأوروبا، خصوصا في المطبخ الفرنسي الذي يعتبره من الأطباق الفاخرة. كما يتميز لحم الحصان بكونه مصدرا غنيا بعنصر البروتين والطاقة مقارنة بلحوم الأبقار والأغنام. تحمل الخيول على جانبي الرأس تحت الفك السفلي جهازا مبردا، وعلى جانبيه الأنبوب السمعي، وهو عبارة عن فتحتين مبطنتين بأنسجة مخاطية رطبة حيث الفتحة الخارجية في المنخار، وعند دخول الهواء أثناء حركتها السريعة يرتج الهواء على الأنسجة ويبرد هذا الجزء، وبدوره يبرد المخ كعمل الرادياتير في السيارة، وهكذا يبرد رأس الخيل عند الحركة السريعة. تتميز الخيل بامتلاكها 5 قلوب، الأول في الجهة اليسرى من الصدر وواحد في كل حافر، ليساعدها في إكمال الدورة الدموية للأطراف. لذلك وجب عدم إعطاء الراحة التامة للخيل، لأنها توقف عمل القلوب الأربعة وتتسبب في عرقلة دوران الدم للأطراف. صغير الحصان يستطيع الوقوف على قدميه بعد ساعات من الولادة، كما يمكنه الركض أيضا، وتبيض أسنان الخيل عند تقدمها في العمر عكس ما يحدث للمخلوقات الأخرى. كما أن حاسة السمع عند الحصان قوية جدا، وتسمع الخيل ما لا نسمعه، وتسمع الصوت المتردد أقل من 20 ذبذبة، وكذلك الترددات العالية التي لا يسمعها الإنسان. لذلك فهناك اعتقاد بأن الخيل ترى الجن وتسمعهم. ومن المعلومات الغريبة أيضا أن الخيل تحلم وتصدر أصواتا تشير إلى فرحها أو حزنها حسب الحلم، كما أن الخيل أيضا تقع في شراك الحب والعشق، حيث يعشق الذكر فرسة دون غيرها، والعكس صحيح.
عندما تعيش الخيول في قطيع. تكوين العمود الفقري للخيول مصمم بكل دقة للركوب وحمل الأثقال، وخاصة أثناء الحركة، فسبحان الله الذي سخرها للإنسان. من المعلومات الغريبة أيضا، لا تتقيأ الخيل مطلقا لعدم وجود عضو في المخ مسؤول عن هذه العملية، وإذا حدث ذلك لأي سبب من الأسباب فمن المؤكد بسبب تمزق في الأحشاء الداخلية. تبكي الخيل وتزرف الدموع خصوصا عند الآلام الشديدة وأثناء الولادة أو عند الحزن على فارسها، وكذلك تفرح وتعبر عن ذلك بالتشنيف، وذلك برفع الشفة العليا إلى الأعلى ورأسها إلى أعلى أيضا. تتميز الخيل بقابليتها على تحاشي رفس أو إيذاء راكبها بعد سقوطه وأثناء حركتها، وقد تتفاهم وتتعاون لتنظيف بعضها البعض، وقد تختلف وتتشاجر فيما بينها. تتميز الخيول العربية بنفس السلوك العربي، فلا تقبل الظلم وتحقد وتسأر ولا تنسى من يؤذيها على الإطلاق. الخيل لديها قدرة كبيرة جدا للوقوف فترات طويلة دون إجهاد، حيث أنها تستطيع النوم وهي واقفة. لا تتنفس الخيل من فمها مطلقا، فتموت مخنوقة عند حدوث أي خلل في المنخرين. عدد الأصوات والنغمات التي يمكن للجواد الواحد أن يطلقها تصل إلى 8 أصوات. خيول السباق تفقد من وزنها بمعدل من 15 إلى 25 باوند بعد انتهاء السباق. فترة الحمل لدى الخيول بتصل إلى 11 شهر، لكن من الممكن أن تتم الولادة ما بين 10 أشهر إلى 12 شهر. بيدق قلب الحصان من 42 إلى 46 دقة في الدقيقة الواحدة، أما إذا كان خائفا فقد تصل عدد دقات قلبه إلى 250 دقة في الدقيقة الواحدة. أكبر عمر وصلت إليه الجياد كان في القرن 19، وكان عمر 62 عاما. أعلى قفزة لحصان تم تسجيلها كانت عام 1949 وبلغت 8 أمتار. أصغر حصان في العالم لا يتعدى طوله 43 سنتيمتر ويزن حوالي 26 كيلو جرام فقط. أكثر من 8 مليون حصان قتلوا في الحرب العالمية الأولى، بينما تم إرسال الناجين إلى المجازر والمسالخ البلجيكية لعدم كفاءتهم. في عام 1923 عانى أحد الفرسان من أزمة قلبية أدت إلى وفاته على الفور أثناء السباق، ولكن جواده استطاع إنهاء السباق وفاز به أيضا، ليكون بذلك الفارس الوحيد في العالم الذي يفوز بسباق بعد وفاته. أما عن فترات نوم الحصان، فتتفاوت فترات النوم بالنسبة للحصان بين الليل والنهار، وبين النوم الخفيف أو القيلولة أو النوم العميق، حيث يغفو الحصان لفترات متقطعة خلال ساعات النهار، في حين ينام مستلقيا بشكل أعمق على الرغم من كونه متقطعا أيضا خلال ساعات الليل. وتختلف الخيول في عادات نومها تبعا لاختلاف أعمارها. يستقضي صغار الخيل أكثر من نصف يومها في النوم وفترات القيلولة، ويقل هذا المعدل تدريجيا بعد بلوغها الشهر الثالث من عمرها، فتصبح مدة القيلولة أقصر، وقد تتخذ وضعية الوقوف بدلا من الاستلقاء. أما بالنسبة للخيول البالغة فهي على وضعية الوقوف أكثر من الاستلقاء عند النوم، إذ يرتكز الحصان خلال قيلولته على أرجله الأمامية وإحدى الأرجل الخلفية، في حين تتدلى الرقبة والرأس، وتكون عيونه مغلقة وآذانه مسترخية وشفتيه متدلية، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوضعية لا توفر النوم العميق والاسترخاء التام للحصان، بل تعد فترة قيلولة قصيرة ومتقطعة تبقي الخيل متأهبا ومستعدا. أما في حالة النوم العميق فإن الحصان يستلقي على الأرض بشكل كامل، ولا تتجاوز فترة نومه 3 ساعات خلال اليوم. كما تتأثر طبيعة نوم الخيول من حيث المدة والكيفية بعدد من العوامل كالجنس والعمر وكمية الجهد المبذولة وطريقة التغذية وحالة الطقس أيضا.
أرجو أن يكون الفيديو أفاد حضراتكم، وإن شاء الله يكون لنا فيديوهات قادمة بإذن الله. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.